تشيز كيك بالليمون، طيبة كتير كتير، مكونات قليلة، طريقة سهلة، ما رح نحطها بالفرن وما فيها بيض. يلا نشوف الطريقة. بوصفة اليوم للتشيز كيك رح جرب خفف قد ما فيه الجلي، يعني هلا بنشوف كيف رح نبسطها. شو بدنا؟ بدنا البسكت يلي مستعمله للبيس تبع التشيز كيك، اكيد معه زبدة دايبة، جبنة كريمية منشيلها قبل بوقت، لازم تكون على حرارة الغرفة وهيدا شيء كتير مهم، كريمة الخفق، سكر، واكيد اكيد الحامض الاصفر واللايم يلي هو ضروري انه نحطه بهالوصفة لانه بيعمل كل الفرق، بس اذا ما عندكم منكتر شوي الحامض الاصفر. يلا نشوف كيف بدنا نبلش بالتحضير. الخطوة الاولى بكيس الزيبلوك راح حط تقريبا 20 قطعة من البسكت وراح نطحنهم بطريقة بسيطة. هلا راح اقلكم شغلة، اذا منحط رشة ملح السي سولت معهم الفليفر كلها هيك بتتغير وبتطلع طيبة. سو راح نسكر، نشيل الهواء من الكيس، نسكره ونطحنه. لهيدي الوصفة انا راح استعمل قالب الدايميتر تبعه 9 انش لحتى يطلع القالب الريزلت النهائية سميكة وشهية. فهيدي غلطة على طول بتصير انه اوقات منكبر القالب ومنقول يه طلع رقيق، فالمقادير يلي رح اعطيكم اياها بتطلع بيرفكت لقالب 9 انش، يعني منه كتير كبير. سو بالرولينج بين شو رح نعمل؟ رح نرق او نطحن البسكت باقل من دقيقة، بينطحنوا كل البسكت اللي عندنا. هلا اذا ما الكم خلق ترقوهم بالبين اكيد فيكم تحطوهم بالبلندر وكمان نفس الشيء، بس قلنا منخفف شوية جلي هيك بيكون اسرع وافضل. هيدا البسكت انطحن، رح نحط معهم الزبدة يلي عنا دايبة. سو قلنا 20 قطعة بسكت، حطيت لهم كباية من الزبدة الدايبة تقريبا 125 جرام، وما تنسوا رشة ملح السي سولت كمان تعطي طعمة طيبة بهالكومبينيشن. هيدي خطوات بتعرفوها، انا مبسوطه بهي الريسيبي ليه؟ لانه ما فيها بيض، في كتير ناس بيطلبوا وصفات ما يكون فيهم ايجز وما يكون بدها بيكينج تايم، بتتحضر كم ساعه بتنحط بالبراد بتصير جاهزه. هلا لناخد بيرفكت ريزلت، نتيجه جيده عظيمه، بدنا نحطها اوفر نايت، احسن نحطها كل الليل بالبراد. هلا مثل ما نكون شايفين الزبده مع البسكت، انا حطيت بكعب القالب ورقة خبز بس لحتى تصير اسهل، بس بدنا نشيل القالب للتقديم. هلا عم رح تقولوا انه نكتار، انا بدي اعمل الجوانب كمان بطلع شكلها كتير احلى، انه يكون في عالجوانب بسكت، وانا بالتشيز كيك بحب البسكت تكون كتير، يعني بحب هاي الكومبينيشن انه يكون في كراست سميكة شوي ويكون في الكريم تكسر من طعمة من قوة الكريم. هلأ لحتى نمدها بطريقة متساوية ومرتبة، أنا بجيب البيكينج الميجرينج كاب، أو فيكم تجيبوا كباية تكون أطرافها مالسة ونرص فيها البسكت، منه بنعمل حفة مظبوطة بالقالب وكمان هيك بتتسهمد وبتتزبط بطريقة مرتبة. الطراف ما بدي اياهم يكونوا جالسين، بحب هيك يكونوا ناتشرال نازل طالع، ببين شوي الكراست وشوي الكريم. رح دخلها على الفرن 7-8 دقايق لحتى هيك تاخد فليفر ويتحمصوا شوي، وبعدها بخليها تبرد وبحطها بالفريزر 10 دقايق لربع ساعة. بهالوقت بكون انا عم حضر الخلطة يلي عندي، ورح ناخذها على الفرن الحامي 7 دقائق. هلا بدنا نبلش نحضر الكريم
والكريم تشيز لأنه حطينا القالب بالفريزر لحتى يبرد لتكون الكريم ميكستشر جاهزة. سو بالأول رح حط نص لتر من كريمة الخفق بالخلاط ورح زيد عليها نص كمية السكر يلي عندي 250 جرام نصهم، بعدين بزيد النص الثاني ورح زد لهم شوي من الفانيلا. ما رح كتر فانيلا لأنه بدي طعمة الحامض هي يلي تطغى على هالديزرت مش طعمة الفانيلا. هنبلش نخفق أكيد أول شي على الخفيف لحتى مش كتير طرطش الكريم وبعدين منزيد. دايما خلوا عينكم على الكريمة الخفق لأنه إذا خفقناها زيادة بتفصل، هيدا بس تذكير. هلا هي عم تنخفق الكريمة رح بلش هيك شوي شوي زيد برش الحامض، رح حط كتير يعني تقريبا برش أربع حمضات بين اللايم وبين الليمون. هلا خلوا عينكم على الميكس لحتى مثل ما قلت لكم ما يفصل، فبس بدي ارجيكم كيف الكريمه انخفقت بس مش توتالي مش كثير قاسيه لانه ما بدي اياها تفصل ولانه بعد بدي زيد عليها الكريم تشيز. سو هلا رح زيد شويه كريم وكفي الخفق. سو نحن عم نخفق رح بلش زيد الكريم تشيز. زدت شوية كريم تشيز واللي باقي عندي من السكر ورح زيد تدريجيا كل كمية الكريمة. هلا رح زيد عصير اللايم تقريبا أربع معالق لأنه اللايم قوي. رح كفي زيد البرش وبعدين برجع بكفي الخفق لحتى ما يصير عندي اوفر ويبينج. اوكي هلا رح تقولوا ليش عم تبرشيهم فوق الكريمة لحتى كل الزيوت يلي بالحامض تنزل، ومثل ما بضلني اذكركم دايما انه مرة واحدة ليه لحتى ما نوصل للقشرة البيضة يلي هي بتعطي المرورة بالاكلة. So we want to avoid that. اوكي قد ما تحطوا قد ما اطيب، كرمال هيك قلت لكم تقريبا اربعة بين اللايم والليمون بدنا اربع حمضات البرش تبعهم وبرشون فوق الميكس. هلا رح اخفقهم اخر شيء. خفقتهم تقريبا نص دقيقة خفقة سريعة، مثل ما قلت لكم تأكدوا انه كل شيء ينزل. ليه؟ لأنه اوقات بيعلق البرش بالويسك. بخلطهم هيك شوي تأتأكد انه منهم مجمعين بنفس المطرح. سو هيدا الميكس عنا ريحة اللايم مع الليمون شي كتير 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 طيب. سو إذا لاحظتوا ما فيها بيض ما فيها جيلاتين ما فيها أي مواد حافظة، فريش طيبة هينة كتير إنه نحضرها. بدي شوف تعليقاتكم على هالفيديو اذا عم يعجبوكم الوصفات، اتركوا لي نايس مسج، واذا عندكم اي سؤال كمان انا ناطره انه جاوبكم. راح ناخذها على البراد مثل ما قلت لكم 4-5 ساعات بتكفي، بس الافضل اوفر نايت لتاني يوم. راح نزينها بشرحات اللايم والليمون وشويه برش هيك على الوجه بيعطوا فليفر فريش وبتصير جاهزه للتقديم.